السبت توج الجواد إمبلم رود المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بأغلى كأس في العالم، كأس السعودية للفروسية في نسخته الثالثة. اليوم أعلن الأمير غيابه عن كأس دبي العالمية المقبلة. كل التفاصيل مع راضية صلاح. مهرجان كبير، هكذا كانت الصورة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية. يوم للتاريخ والذكرى، مثلما تذكر السعوديون الأجداد في يوم التأسيس. كانت النهاية كاملة الأوصاف والفرحة كبيرة، تتويج سعودية. الجواد إمبلم رود لملكه الأمير سعود بن سلمان يخطف الأنظار. إسطبل سعودي، مدرب سعودي، متعب الملوح وكأس سعودية، هي هدية للوطن في عيده. أكيد شعور زين والحمد لله، وهذا أهم حاجة أنه بقى في الوطن وأهديه المولى خمسة شريفين وسمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي كله. الأمير سعود بن سلمان الذي شارك بجوادين في السباق الأغلى وهما إمبلم رود وميكينج ميراكلس، أعلن اليوم عدم مشاركته في كأس دبي الذي يصادف 26 من شهر مارس المقبل بسبب ضيق الوقت وحاجة الجواد لوقت للراحة. راضية صلاح، صدى الملأ. قرار حكيم وغياب مفاجئ عيسى الجوكم. أول شيء مبارك للأمير الفوز حقيقة في النسخة الثانية. Yes, okay. وأبقى أيضا وأبقى هذه الجائزة أيضا السعودية، لأن في النسخة الثانية كان هناك أيضا اللي هو الجواد المشرف للأمير عبد الرحمن الفيصل النسخة الثانية والثالثة. بإمضاء أو الجائزة بإمضاء سعودي والفوز سعودي بدون شك حقيقة هم أدرى بهذه النواحي، خاصة بالنسبة إلى إرهاق الجواد وما إلى ذلك، ولكن في النهاية نقول أنه موسم كأس السعودية يكفيها من وجهة نظري. نعم. توفيق، مبروك للسعودية، مبروك للوطن حقيقة في يوم تأسيس فوز السعودية بكأس السعودية، مبروك للأمير سعود بن سلمان. حقيقة استطاع في فترة وجيزة جدا أن يغير بوصلة البطولة، بطولة الجواد العالمية، إلى السعودية، إلى اسطبل سموه. من يعرف الأمير سعود بن سلمان يعرف أنه حينما يعني حينما ينخرط في مجال لا يرضى سوى بالمركز الأول. ألف مبروك.